نجدد اللقاء معكم متابعينا ومتابعات الفجر سبور عبر اللقاء الثاني اللي كنستضنوا قاعة الوحدة بمدينة القريطة اللي كيجمع في هذه الأثناء نادي سابو القريطري والجمعية الرياضية لمارتيني. كتمرر كتلعب على ثلاثة مراحل ولكن عند أنس نزار دائما محاولة ديال الفريق ديال نادي سابو كيلاني وقد فهم جميلة كرة حسن أجبار كيمررها عند الجيدة عند هابيل كترجع عند مروان هدفة قوية عبد الواحد الداودي عند اللاعب ياسين العلوي علوي كيقدر وكتصطدم الطريقة ديالها كتصطدم بعادل وكتدخل كتخضع الحارس أسامة فرقي وكتحول إلى المرمى وهكذا كيكون تقدم فريق إلى حدود دقيقة 18 تقدم فريق الجمعية الرياضية لمارتين بهدف هشام هابيل كترجع عنده الكرة هابيل كيدور أكيد غادي يخدم عند داويدي داويدي أكيد غادي يخدم ولكن تدخل كنصحوا المعلومة اللي كنا كنقولها الحارس سليمان لعيب لاعب عادل وقذفة قوية ولكن حسن الجبر ما جبدش الحارس والهدف الثاني الهدف الثاني لفائدة فريق الجمعية الرياضية لمارتين كان تحول سريع من طرف اللاعبين ديال الجمعية ديال مارتين لأن كانت محاولة لفريق سابو كان تصدي جميل من المدافعين اللي تحولوا بسرعة فائقة إلى مرتدة مرتدة اللي كانت تتحول إلى هدف الهدف اللي سجلوا اللاعب الصقلي عند بعض اللاعبين محاولة كانت لاحظنا بزاف ديال النجوم عند الواحد ناحية عادل 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 كيقذف ولكن تدخل مروان بن عبو وهذا مهدي جعيدان كيتمكن من تخليص النتيجة ضربة خطأ مباشرة كتخدف وكتهزم الحارس سليمان عبو إذن دقيقة 38 جوج الواحد لفائدة فريق الجمعية الرياضية لمارتين في كرة القدم داخل الصالات خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد ونهاية المقابلة نهاية المقابلة بفوز فريق الجمعية الرياضية لمارتين على فريق نادي سابو القنيطري.